السلام عليكم. النهاردة بالليل ممكن تتحدد عقوبة شيكابالا، وشيكابالا هو اللي هيحدد عقوبته بنفسه. رزاسي سي حب يضحك على نادي الزمالك ويستغفلهم، ولكن نادي الزمالك طلع أنصح من رزاسي سي ومن اللي بينصحه رزاسي سي. وعبد الله السعيد قالب الدنيا في بيراميدز وعاوز يعتزل وبيهدد بالاعتزال. خليك معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لو انت مش مشترك معنا في القناة فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة ودعمنا بلايك للفيديو. رزاق سيسي حب يضحك على نادي الزمالك. رزاق سيسي قاعد دلوقتي في كوتيفوار، قاعد في بلده، قاعد بيعمل التأهيل العلاجي هناك. ورزاق سيسي افتكر ان نادي الزمالك نسيه، وان نادي الزمالك مش هيأيده، وان نادي الزمالك هيعيره للاتحاد السكندري، فقال لك اصبر لما اخرج من القايمة بتاعت نادي الزمالك، وبعد كده ابقى اروح اشتكي واخد مستحقاتي وكمان افسخ السنة الاخيرة مع نادي الزمالك. الزمالك طلع انصح منه، والزمالك بعت له استدعى، لان رزاق سيسي الاستاذ محمد مصلح يكلمه قال له يلا احنا مستنيينك هنشتريك من نادي الزمالك. سيسي قال له لا، ودي كانت غلطه رزاق سيسي. بلغ الاستاذ محمد مصلح قال له لا انا مش راجع مصر، وانا عندي عرضين، عرض من الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي وعرض ايراني، وانا مش راجع مصر تاني. الاستاذ محمد مصلح وصل الكلمتين لنادي الزمالك. مسؤولين نادي الزمالك يعني فطنوا للموضوع ده وبعتوا التأشيرة لرزاق سيسي، قالوا له تعالى عشان انت تنتظم معانا وعشان خاطر نشوف العلاج بتاعك ماشي ازاي والتأهيل بتاعك ماشي ازاي. دي كانت القصة في قصة رزاق سيسي. وكمان الزمالك أمن نفسه وبعت لرزاق سيسي قال له خلي بالك الموسم لسه ما خلصش، لاني الدوري خلص بس لسه فيه كاس مصر، فانا بقول لك تعالى من قبل ما الموسم عندي ينتهي عشان نشوف هنعمل ايه في الموسم الجديد. وده كان ذكاء من نادي الزمالك، لان لو الموسم خلص والزمالك ما بعتش لرزاق سيسي ممكن سيسي يفتكر ان خلاص الزمالك استغنى عنه ويقدم في الفيفا ويفسخ عقده مع نادي الزمالك. فالزمالك خلاص بعت لرزاق سيسي، وبنسبة كبيرة رزاق سيسي مسؤولين نادي الزمالك بدأوا يحطوا عينيهم على الملعوب ده، واعتقد ان ده كويس في الفترة دي. طيب اللي انا بقى بعيبه على مسؤولين نادي الزمالك اني ما ينفعش يكون لعيب عندك بالاهمية دي، ولعيب بالمهارة دي، ولعيب بالكواليتي ده، وعشان خطر مصاب ترميه في بلده ولا في متابعة ولا في رقابة ولا في ان حتى الدكتور محمد أسامة تبقى عينه عليه. وده كانت غلطة كبيرة جدا جدا من مسؤولين نادي الزمالك، اللي كان المفروض يبقى رزاق سيسي قاعد هنا تحت عينيهم، تحت عين الدكتور محمد أسامة، بيعمل له التأهيل الطبي، وبعد كده يعني الزمالك يعمل له تأهيل بدني وتأهيل فني، لازم يبقى تحت عينيك لان ده من الاصول بتاعت النادي. فانت ازاي رميه وسايبه قاعد في بلده؟ اتعالج ما تعالجش، تأهيل ما تأهلش، الكلام ده غلط، الكلام ده مصيبة. انت ده رزاق سيسي مال عام، وانت كده بتهدر مال عام. فغلطة كبيرة جدا من مسؤولين نادي الزمالك، اتمنى يتداركوا الموضوع ده ويرجعوا رزاق سيسي في اسرع وقت، ويبقى تحت عيون الدكتور محمد اسامه في التاهيل والكلام ده كله، وكمان عشان ما يكذبش عليك او يضحك عليك، يبقى كل حاجه تحت عينيك وكله على عينك يا تاجر. فالزمالك بيرسل لرزاق سيسي التاشيرات عشان خاطر يجي مصر، واعتقد ان الزمالك مش هيفرض في رزاق سيسي بسهوله. بنسبة كبيرة عبد الله السعيد هيكون لاعبا في نادي الزمالك. رأيي الشخصي الناس عمالة بتتفق وبتختلف، ناس تقول عبد الله خبرة وعبد الله هيفرق معاك، وناس بتقول عبد الله كبير في السن، وفعلا عبد الله كبير في السن، بس أنا شايف من وجهة نظري إن سنة أو اتنين بالكتير قوي ممكن عبد الله السعيد يفيدك. عبد الله السعيد لعيب خبرة، عبد الله السعيد لعيب بيلعب بدماغه، مركز عبد الله السعيد مش بيتطلب مجهود بدني كبير.
فعبد الله السعيد هو مهندس نص الملعب، وكمان هيكون حواليه لعيبه لياقه وسرعه ومهاره. عندك طارق حامد، وعندك عمر كمال عبد الواحد، اشرف بن شرقي، زيزو، مصطفى فتحي، عندك اوناجم، عندك الجزيري. فهيكون حواليه لعيبه تقال وسرع وصغيرين في السن، وده هيفيد عبد الله السعيد. هو اللي هيكون مهندس في نص الملعب، وهو اللي هيبني لك الهجمه. يكفي ان انا اقول لك عبد الله السعيد بكوره او كورتين ممكن يوديك على الجون، يقول لك هات جون، زائد ان هو بيجيب اجوان، وزائد ان هو بيلعب الضربات الثابته حاجه غير طبيعيه. فانا شايف ان عبد الله السعيد لما يجي نادي الزمالك سنه او اتنين بالكتير قوي هيكون مفيد لنادي الزمالك، وصفقه جماهيريه، وهو هيستفيد والكلام ده كله. بيراميدز لما رفض او لما طلع كدب الكابتن حسين لبيب وقال لك لا مفيش تفاوض مع عبد الله السعيد، فبيراميدز كان بيتزاكى على نادي الزمالك، كان بيقفش بالبلدي كده على نادي الزمالك، عشان خاطر بيراميدز عاوز لعيبه مهمه من نادي الزمالك والزمالك رافض. فلما بيراميدز نزل البيان، البيان نزل ربع ساعه واتسحب تاني. اللي خلى البيان يتسحب ان عبد الله السعيد هاجم مسؤولين نادي بيراميدز وقال لهم لو البيان ده ما انسحبش انا مش هلعب كوره في نادي بيراميدز تاني، وانا عاوز العب في الزمالك، وانا عاوز اختار مستقبلي، وانتم بالبلدي كده قالها لهم ما استعبدتونيش، انا مش عبد عندكم، انا ليا مستحقات يعني هتنازل عنها، وهتنازل كمان على السنتين اللي هم باقيين في عقدي، وكمان انا عاوز اروح نادي الزمالك لان انا فاضلي مش كتير في الملاعب، وعاوز انهي حياتي في نادي الزمالك، فلو سمحتوا شيلوا البيان ده. ده اللي قاله عبد الله السعيد بالظبط المسؤولين نادي بيراميدز، اللي هم بالفعل استجابوا لرغبه عبد الله السعيد وشالوا البيان من على الموقع والصفحه الرسميه بتاعه بيراميدز. وكمان بيراميدز عارف ان عبد الله السعيد مضى بالفعل لنادي الزمالك، مضى موسمين بس، بيراميدز بيحاول يعني يعمل ناصح، يقول لك اطلع بالليله بمحمد عبد الغني، باحمد ابو الفتوح، بلعيب يكون مهم ومؤثر عندهم، بمصطفى فتحي. فهم عاوزين يتزاكوا ويتنصحوا بالبلدي، رغم انهم عارفين ان القصه خلصانه، وعبد الله السعيد غير دونج. عبد الله السعيد لعيب كبير، عبد الله السعيد لعيب اجريسيف، عبد الله السعيد مش هيسيب القصه تعدي كده، واللي هو عاوزه هيعمله. واقدر اقول لك ان بنسبه تتخطى 90% فعبد الله السعيد موجود في الزمالك الموسم القادم، ومش هيكون في صفقات كتير بالمناسبه. عبد الله السعيد، محمود شبانه بتاع اسوان، وممكن لعيب او اتنين بالكتير قوي من اللي هم لعيبه الدوري الممتاز العاديين، مش هيكون فيه نجوم، مفيش دونجا، مفيش احمد ايمن منصور، القصص دي، الكلام ده كله مش هيبقى فيه، عشان خاطر السيوله في نادي الزمالك يعني بعافيه شويه. فعبد الله السعيد باذن الله تعالى هيكون الصفقه الثالثه لنادي الزمالك بعد عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانه لاعب اسوان. اللي انا اعرفه طول عمري ان لما بيكون في لعيب حارق جماهير وبيعمل حلقه حراقه، فبعد الحلقه الجمهور بيتحرق وبيشيط وبيولع، الجمهور اللي هو كاره اللعيب ده. انما قبل الحلقه ما تبدا وفي حاله من الشياط وحاله من الصياح، دي جديده بصراحه انا ما شفتهاش قبل كده، ودايما شيكابالا بيقدم لنا الجديد في علاقته مع جمهور الاهلي. النهارده بالليل شيكابالا طالع مع الاستاذ عمرو اديب الساعه 10 في برنامج الحكايه، هيتكلم على اللي حصل والدوري والموقف بتاع احمد مجاهد الاهلاوي المترصد ليه والكلام ده كله. فمش ده موضوعنا ومش دي القصه اللي هنتكلم فيها. القصه بقى اللي هنتكلم فيها ان النهارده مش جماهير الكره المصريه بس هي اللي هتتابع شيكابالا، لا، ده النهارده كمان هيكون احمد مجاهد ولجنته قاعدين مشغلين التلفزيون وجايبين ام بي سي مصر وبيتفرجوا على شيكابالا. الكلام اللي طالع من اتحاد الكوره ان احمد مجاهد النهارده عامل معسكر مغلق وقاعد بيتفرج لوحده في الاوضه على شيكابالا. لو شيكابالا قال كلام كويس من اللي هو بقى ايه يعني، ده حصل سوء تفاهم، وانا بقول للاستاذ احمد يعني حضرتك اهلاوي انت مش عايزنا نفرح ولا ايه، انما انا ما غلطتش فيه، انا بكن كل الاحترام والتقدير للكابتن احمد مجاهد، الرجل الخلوق، الرجل العظيم، الرجل اللي ايه، الرجل اللي ولو الدنيا عدت كده وشيكابالا قال كلمتين حلوين، لان ما تنساش ان احمد مجاهد كان عاوز شيكابالا يعتذر له. فطبعا شيكابالا رفض، ومسؤولين نادي الزمالك ممكن يكونوا عملوا الحلقه دي مع عمرو اديب
بحش كبالة بدل ما يعتذر بطريقة مباشرة لأحمد مجاهد يعتذر بطريقة غير مباشرة لأحمد مجاهد، وبكده يكون أحمد مجاهد رضى غروره اللي هو أصلا عاوز أي حد يعتذر له والسلام، رضى غروره النفسي. وكمان ممكن أحمد مجاهد يخفف العقوبة على شيكابالا من 8 شهور اللي هي عقوبة الإعدام في كرة القدم اللي أنا شايفها، يعني من 8 شهور ممكن توصل لشهرين أو ممكن توصل لشهر. طيب اللائحة بتقول إيه؟ اللائحة بتقول إن لو لعيب اعتدى على أي حد من المنظومة فأقصى عقوبة هي 8 مباريات، وشيكابالا ما اعتداش على أحمد مجاهد بشهادة أحمد مجاهد مش بشهادة شيكابالا. طيب يبقى النهاردة بالليل أحمد مجاهد مستني شيكابالا يعتذر له ويقدم فروض الولاء والطاعة عشان خاطر يقلل العقوبة. طب لو شيكابالا ما عملش كده فأعتقد الدنيا هتدخل في نفق مش كويس، وأحمد مجاهد هيعاند وهيكابر لأنه هو أصلا إنسان مغرور وعنده كبر تعبه نفسيا، هو مش متزن في الحتة دي. فأحمد مجاهد منتظر حلقة شيكابالا، وأنا بقول وبوجه كلامي ورسالتي لنادي الزمالك. أولا رئيس الفيفا بعت تهنئة خاصة لنادي الزمالك، والراجل فاكر نادي الزمالك، ونادي الزمالك في دماغ الراجل اللي بعت تهنئة لمين؟ لنادي الزمالك. ما حصلتش قبل كده طيب، ولا هتحصل اصلا بعد كده. فأتمنى من مسؤولين نادي الزمالك ان هم لو احمد مجاهد ما لغاش العقوبة مش تتقلل ولا 3 شهور ولا شهر ولا 3 ايام ولا 3 ايام، لان هو طلع قال شيكابالا ما عمليش حاجة، هو قال انت اهلاوي وهو فعلا اهلاوي، يعني شيكابالا ما كدبش كمان، يعني مش كدب، لا ده شيكابالا ما كدبش. فاتمنى من مسؤولين نادي الزمالك ان هم لو طلع عقوبه 3 ايام على شيكابالا يعملوا ملف قوي وسي دي قوي ويتبعت على الفيفا، وفي ناس هتساعد نادي الزمالك في الفيفا كويس قوي وانتم عارفين وانا عارف هم مين، ويتعمل شكوى في احمد مجاهد في الفيفا والموضوع يكبر. لان طول ما انت مش شار مرتضى منصور بيتعزل بالظلم وبالبهتان وبالتضليل ما يروحش الفيفا وناخد على دماغنا. امام عاشور يتوقف 12 مباراة في عقوبة لم ولن تحدث مرة اخرى عن طريق فيديو على اليوتيوب او الفيسبوك، يتوقف امام عاشور 12 مباراة وبرضو ما ناخدش حقنا بالفيفا وما نطعنش وما نفضحش هذا الاتحاد المدلس الفاشل. وكمان بقى يجي شيكابالا يطلع يعتذر او يعترف احمد مجاهد ان شيكابالا ما عملوش حاجة وقال له انت اهلاوي، مجرد ان قال له على انتمائه، يتوقف 8 شهور يقول لك لا انا هطلع كريم واخليهم شهرين او اخليهم شهر، ولا شهرين ولا شهر ولا يوم، يتحاد فاشل يتحاد مضلل يتحاد مدلس. فاتمنى من مسؤولين نادي الزمالك انهم يكون رد فعلهم عنيف مرة واحدة، مرة واحدة رد فعلك عنيف اقسم بالله هيتعمل لك الف حساب بعد كده، ولازم الناس تعرف ان انت عارف طريق الفيفا، وادي الراجل انفانتينو هناك بالدوري يتعمل له سي دي ملف باعتراف احمد مجاهد ويجيبوا الواقعة ويحكوا له اللي حصل بالفيديوهات، ونشوف انفانتينو هيعمل ايه مع احمد مجاهد. ده اللي انا فهمه كراجل بشجع نادي الزمالك، ولو انا كنت مسؤول مكان الناس اللي مسؤولين دلوقتي اقسم بالله كنت عملت كده، وما كنت خليت احمد مجاهد قاعد في هذا المكان الذي لا يستحقه يوم واحد. وصلنا للنهاية، ولو مرة اتفرج علينا فاكيد هسيبنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس، واكيد لو الفيديو عجبك هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.